بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أولى حلقاتنا في برنامجنا وبرنامجكم هنا الحقيقة اللي هيقدمه لكم محمود سمير. النهاردة يعني بتصادف مناسبة جميلة جدا جدا في بداية برنامجنا، مناسبة عيد الأم. الأم دي يا جماعة كلمة ليها معاني كبيرة جدا جدا، يعني الأم هي الحنان، الأم هي الطاقة الفعالة دائما، وهي كل شيء في حياتنا، هي التغذية، هي التعزية في وقت الحزن والرجاء في اليأس، الأم هي القوة في الضعف وهي ينبوع الحنان. الأم هي الوحيدة اللي بتنسى نفسها في الدعاء، يعني عشان خاطر أبنائها، يعني دايما بتنسى نفسها في الدعاء عشان تدعي لأبنائها وكده. تعظيم سلام لكل أم ربت وتعبت، تعظيم سلام لكل أم ابنها ضحى من أجل بلده، تعظيم سلام لكل أم خرجت أولادها أئمة وصحفيين ودكاترة وإلى آخره. في الحقيقة النهاردة بحب أرحب في البداية، هيكون معانا في حلقتنا النهاردة أمنا ست الكل، الست المثالية، الأم المثالية، الست سهام توفيق عبد الحافظ التي كرمت بالأم المثالية من وزارة التضامن لعام 2020. أهلا بحضرتك ست الكل، منورانا النهاردة. وأيضا نرحب بالأم النموذجية أيضا السيدة سعودات أم الشهيد البطل محمود أحمد علي خليل، شهيد كمين تفاحة ببئر العبد. أهلا بحضرتك ست الكل. أهلا وسهلا. احكي لنا ست الكل عن علاقتك، كانت عاملة ازاي مع ابنك الشهيد البطل؟ علاقتي مع ابني كانت أحسن علاقة، ربيته أحسن تربية، وربنا يجعله في الجنة ونعيمها إن شاء الله. إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين. كانت أحسن تربية، ويعني الحنية اللي عليها ما كانش على حد واصل. أكيد أفهم. يعني كان أحن واحد والله عن إخواته. أكيد عشان كده ربنا اختص بالشهادة. الله يرحمه ويجعله في الجنة ونعيمها. اللهم آمين. إن شاء الله. يعني ربنا قال في القرآن الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ان شاء الله ربنا يجعله من اهل الجنه وربنا يصبرك ان شاء الله. تعيش يا ولد تعيش. نرجع تاني للام المثاليه ست الكل، اهلا بحضرتك في برنامجنا النهارده، منورانا ومشرفانا. شكرا. سعيد جدا بوجودكم معنا النهارده. شكرا. حضرتك كنت عايز اسالك، مين اللي اقترح عليكي او مين اللي قدم لك في المسابقه؟ والله هو اللي قدم ابني صحفي اسامه فاروق في اخبار اليوم، هو اللي كتب القصه، وكان ليها في مواعيد في وزاره التضامن بتنزل المواعيد دي في شهر 12. تمام. بنقدم الاوراق برضو والحاجات وكده، وبتبقى في لجان مختصه بتتابع الحاجات دي وبتفحصها. تمام. وبتختار يعني. الحمد لله هم اللي يعني كلموني، حضرت احضر المؤتمر الصحفي مع سياده الوزيره وزيره التضامن، وهي اللي اعلنت الاسماء، ولقيت نفسي فايزه في محافظه الجيزه يعني الحمد لله. فانت كنت على علم بالموضوع ولا في التقديم؟ طبعا. كنت على علم بالتقديم. طب ايه اللي خلى ابن حضرتك يعني ياخذ الخطوه دي او يفكر التفكير ده انه يقدم؟ والله يعني انا كان كل سنه بيبقى برضه يعني نفسي في التكريم ده. طبعا انا تكريمي من اولادي ومن عيلتي ومن كل الناس اللي تعرفني، بس برضو تكريم الدولة بيبقى ليه طعم تاني يعني. فكنت ببقى يعني نفسي في كده. هو حس حتى من غير انا ما اتكلم يعني. تمام. فيعني قرر هو السنة دي انه يكتب القصة اللي احنا عشناها يعني. تمام. وقدمها بس يعني. تمام. الحمد لله. ام الشهيد البطل، احكي لنا، الشهيد كان عنده كم سنة؟ عنده 25. كان عنده 25 سنة. عنده 25 سنة. تمام. واشتهد في ال تمام. ما هو والله يا ولدي مثالا بي في سينا. تمام. في سينا. في سينا كمين تفاح. ماشي. تفضل. زي بعض المغزي يا حبيبي. نعم ان شاء الله. الو. الله يرحمه. اللهم. وناخد اتصال معانا، اول اتصال. الو. الو. ايوه. ازيك يا حود؟ ازيك يا ست الكل؟ اخبارك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله. انا عرفتك من صوتك على فكره. معلش، ازاي صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا عمر، عامل ايه انت؟ وانت طيب يا ابوي، وانت طيب. من المنبر الاعلامي اول حلقه ليا في البرنامج الجديد بقول لك كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل امهات مصر بخير.
ربنا يحقق، ربنا يحقق املك يا حبيبي، ربنا يجعلكم دايما منورين حياتنا كده ان شاء الله. تحب تقولي ليه للام المثاليه امنا الاستاذه سهام وام الشهيد البطل محمود؟ اقول لها كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الام، وربنا يخليهم ويبارك فيهم ويخلي لكم عيالكم. وانت طيبه. ماشي، شكرا خالص، انت كل سنه طيبه وهديتك محفوظه. ابنك يا اخي الله يرحمه ويجعله في الجنه، وابنك محمود وابنك كلهم تعيش اولاد. تعيش يا حبيبتي، تعيش، ربنا يجعله في الجنه يا حبيبتي. يا رب يا رب. ماشي، شكرا يا امي. شكرا 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 يا ام. استاذة سهام، حاسه ان تعبك ما ضاعش بعد طبعا. التكريم، التكريم طبعا بيكون له طعم خاص لما يكون من قبل الدولة او من قبل وزارة التضامن، بيكون له طعم خالص. يعني ماشي، الابناء دايما مكرمين في حياتهم، دايما شايلينك فوق دماغهم، بس تكريم الدولة بيفرق طبعا. طبعا بيحسس انك انت يعني العمر يعني الدولة معترفة بال وناس تانية انت قدمت قصتك اللي هم ما عاشوهاش، بس اروها، لكن انا اللي معايا معترفين بيها لانهم عاشوها معايا. تمام. هم عاشوا كل السنين دي، واهلي برضو وناسي وكل الناس عارفه بالظبط. فالحمد لله، يعني لما يبقى التكريم بقى من الدوله معترف به انك انت خدت مركز اول وكده، بتبقى برضو ليها طعم تاني يعني جميل، يعني الحمد لله. مبروك ستر كل. والله الله يبارك فيك. هل عمام الابناء كان ليهم دور برضو في طبعا اكيد في المسيره بتاعت حياتك؟ ايوه طبعا اكيد، ما انكرش فضلهم ابدا يعني. طبعا انا علاقه المرحوم زوجي باهله كانت علاقه قويه جدا، فطبعا برضو بعد وفاته عمامهم كملوا الدور برضو مع اولاد اخوهم، يعني ما كانوش بيسيبهم ابدا في اي مناسبه في اي حاجه، كانوا معاهم برضو على طول يعني، ولغايه دلوقتي يعني اولادي طبعا ما زالوا مع عمامهم على علاقه كويسه. طبعا طبعا طول العمر يعني علاقتهم بعمامهم وعماتهم علاقه ممتازه يعني، فالحمد لله زي ما هم مع اخوالهم برضو، هم اللي ربوهم في البيت، احنا كنا مع اهلنا، فالحمد لله يعني ده برضو من فضل ربنا ان اولادي علاقتهم باعمامهم وباخوالهم وبكل قرايبهم علاقه ممتازه يعني. الحمد لله، ده بنشكر ربنا على كده. ربنا يعني دي من محدث محبس الكل. ام الشهيد، ادينا نبذه اجتماعيه عن الشهيد، كان خاطب، كان متزوج. هو كان خاطب. تمام. كان خاطب، ويعني اللي هو الاجازه اللي هو راحها ودي كان هيجي اللي مدله فيها الشهرين دول، كنا عاملينها له مفاجأة. تمام. وكنا عاملين يعني كانت على عيد الميلاد بتاعه، كنا هنجيب له الذهب اول ما ينزل على طول. تمام. حصل الظروف دي. تمام. طب استقبلته يعني الخبر استقبلتوه ازاي، او كان عامل ازاي الخبر بالنسبه لكم؟ يعني ساعه ما جانا الخبر ما تعلم بكيف انا وانا واخواتي، ان كنا بنشيل بالتراب، التراب كده بنشيله شيل كده على روسنا. تمام. انت اكيد يعني مؤمنه بالله وعارفه ان كلنا فداء الوطن يعني، ودي اقدار يعني كلنا يعني ربنا يجعله في الجنه ونعيمها البلد، هو اكيد ربنا اختصه بالشهاده يعني، حسبته شهيد عند ربنا ان شاء الله، دلوقتي في مكان احسن مننا بكتير طبعا. ربنا يرحمه. معانا الاستاذ محمد، استاذ سيد محمد عم الشهيد، اتفضل يا فندم. السلام عليكم استاذ محمود. اقفل صوت التلفزيون اللي عندك يا عم سيد، وطي التلفزيون شويه. خلاص. السلام عليكم استاذ محمود. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اخبار حضرتك ايه؟ الله يكرمك، الف مليون مبروك على البرنامج الجديد بتاع حضرتك. ربنا يبارك فيك يا فندم، ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. بنرجو كده ان ربنا يوفقك ويكون برنامج هادف لخدمه المجتمع يا رب. ربنا يخليك يا فندم، شكرا خالص يا فندم. استاذ سيد، تحب تقول ايه لامهاتنا النهارده بمناسبه عيد الام، الاستاذه سهام والاستاذه سعادات ام الشهيد؟ اهني اولا الاستاذه سهام بحصولها على المركز الاول للام المثاليه، واقول لها الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. وشرفتي محافظه اسيوط كلها. الله يخليك. واتقدم بالتهنئه لام الشهيد محمود احمد علي خليل. وانا من خلال برنامجنا يا فندم بقول ان هي يعني شرفت مصر كلها، مش بس اهل الصعيد، هي شرفت مصر كلها يعني كأم مثاليه، يعني هي نموذج لكل امهات مصر يعني، فهي شرف لمصر كلها، وبنختص اهل الصعيد لان هي من ابناء الصعيد. والله بقول لها انت يا ام الشهيد انت فخر لينا كلنا، وإن ليكي ابن
ضحى بحياته عشان لاجل وطنه، فانت فخر لينا انك انت انجبت الشهيد. تعيش يا وبقول لك كده على قدام مصر كلها، التزم الصبر وربنا يعوض صبر خير ان شاء الله. ان شاء الله. ويكرمك في بقية اولادك يا رب العالمين. يا رب. شكرا يا ابو عاصم، شكرا يا ابو عاصم. واحنا كنا بالمناسبه واحنا موجودين على الهواء، اتفضل يا فندم، اخاطب المسؤولين، السيد الوزير محافظ اسيوط، بقول له يا سياده الوزير انت يعني من الناس من القيادات الناجحه في اسيوط، وبنشوف اعمالك وبنشوفك متواجد دايما وسطينا وسط شعب اسيوط، فأطالب حضرتك ما تنساش الشهيد والنبي الشهيد محمود، مقدمين طلب لإطلاق اسم القرية، لإطلاق اسم مدرسة القرية باسم الشهيد، يعني تذكيرا للشهيد وتكريما ليه. فبطالب السيد الوزير المحافظ إن ما ينساناش، وسرعة البت في إن إطلاق مدرسة بلدريس الفيزيائية المشتركة باسم الشهيد. المدرسة مدرسة حكومية ومش بتاعة مش ملكية خاصة لأحد، ومفيش أي مانع لدى الإدارة التعليمية بالقصية إن هي يطلقوا اسم الشهيد على المدرسة. ماشي، شكرا يا عم سيد، شكرا. وأنا بناشد سيادة الوزير المحافظ يعني من خلال برنامجنا إن يعني نغير يافطة المدرسة، طالما هي مش ملكية خاصة تبقى خلاص باسم الشهيد، يعني تخليدا لروحه الطاهرة. شكرا عم سيد، شكرا. بتتمني ايه يا ام الشهيد كابنك قدم روحه فداء للبلد وقدم روحه للبلد؟ والله انا يا ولدي إيه اللي انا مش متمنيه حاجه من ربنا غير هم بس، وبقول على اليافطه ان انا اركبها على المدرسه دي. اكيد اكيد، هذا اللي انا طالباه من عند ربنا ومن الشهيدين كلهم يعني، ويقفوا معايا ومع ولدي. اكيد ده حق مشروع يعني، يعني دي يعني حاجه بسيطه خالص، يعني اللي انا بطلبه ده حاجه بسيطه خالص ان شاء الله، ان هم يوافقوا لي على اليافطه ان انا اعلقها على القريه بني درز بتاعتنا. ان شاء الله نوصل صوتنا للسيد المحافظ باذن الله ويكون في تواصل معاه. يعني دي حاجه بسيطه خالص يعني بطلبها منكم ان شاء الله. امي ست الكل سهام، يعني علاقتك بابنائك عامله ازاي؟ احكي لنا عن علاقتك بابنائك كأم نموذجيه، العلاقه كانت عامله ازاي؟ الحمد لله يعني هم اولاد كويسين، يعني الحمد لله علاقه اي ام، يعني كل الامهات بتبقى علاقتها باولادها اكيد طبعا، بس انت يعني انا كنت اب وام قصدك، يعني ان انا مثلا الحمد لله كنت برضو بقوم بالدورين ده وده، الحنان مع الحزم والشده مع كل حاجه ليها وقتها طبعا. طبعا يعني كنت يعني حنون عليهم اكيد اكيد طبعا. يعني طبعا وبسم الله ما شاء الله، انت مربيه لدكتور وصحفي زميلنا في مجال الصحافه يعني، الحمد لله. فيعني العلاقه معاهم لما كانوا بيخطئوا كانت بتكون عامله ازاي؟ لما كنت بتحسي لا يعني ما حاجة. طبعا يعني هو اي يعني في سن صغير بيبقى فيه اخطاء، بس كنا عادي الحمد لله، يعني كانت بالتوجيه او كده ضرب لا طبعا، انا عمري ما حد ما ضربتهم وهم صغيرين ابدا يعني، ولا اي حد ولا اخوالهم، كنا عايشين معاهم برضو للضرب ده اسلوب ما اتبعناهوش معاهم يعني، هم ما اضطروناش لكده ابدا يعني. ربنا يبارك فيك. الحمد لله كانوا بفضل الله كويسين يعني، وكانوا مثاليين، بياخدوا في المدارس بتاعتهم متفوقين وعارفين يعني، وكنت طبعا متابعاهم في المذاكره وفي في حياتهم كلها يعني، فالحمد لله يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني عدت كل الفترات على خير يعني. ربنا يبارك لك فيهم يا فندم ان شاء الله، وربنا يكرمك. ربنا يكرمك. معانا سياده المستشار سامي خيرت المحامي بالنقد، اهلا وسهلا يا سياده المستشار. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ ربنا يبارك حضرتك، ربنا يكرمك. تقول ايه النهارده يا فندم بمناسبه عيد الام؟ يا فندم اسمح لي اولا انا بشكر حضراتكم لاتاحه الفرصه ليا ان انا اعمل المداخله دي. واسمح لي في الاول اهنيكم على البرنامج الجديد، واهنيك على البرنامج الجديد بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. ان شاء الله يكون منبر خير باذن الله. ان شاء الله يا فندم. بمناسبه عيد الام ومناسبه او المناسبه الجميله دي، انا ببلغ تحياتي وتقديري واحترامي لضيوفك الكرام. نبدا بوالده الشهيد الاستاذه او الحاجه سعاده التوفيق، والده الشهيد محمود احمد عادل خليل. انت يا ماما ربنا يبارك فيك وربنا يكرمك، انت مثال ونموذج،
وابننا الشهيد موجود في الجنه باذن الله. ان شاء الله وربنا يجزيك خير وربنا يصبرك باذن الله يا رب يا رب. هو في الجنه باذن الله، وده مجال سعاده على فكره. انت سعادي وتفرحي لان احنا عرفنا مصيره فين. احنا في الدنيا مش عارفين مصيرنا فين. اكيد يا سيادة المستشار، هو ربنا اختصه بالشهاده، يعني ربنا اختصه بالشهاده. الحمد لله رب العالمين، شهيد في الجنه باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله. تحب تقول ايه للست امنا المثاليه؟ وتمام، دي اختنا الاستاذه سهام توفيق عبد الحافظ الجندي، بنت قريه فزاره، بنت مركز القصيه، بنت محافظه اسيوط، بنت مصر، الام المثاليه على محافظه الجيزه والرابعه الجمهوريه. شرفتي مصر كلها يا فندم، ربنا يبارك فيكي وربنا يكرمك، وانت نموذج محترم وربنا يكرمك، ونموذج مصري صميم. ربنا يبارك فيكم، لان انا شايف ان الام هي الدعامه الاساسيه للبيت. اللي نعرفه ان البيت لما بيفقد الاب الام تستمر، انما سياده المستشار الجنه تحت اقدام الامهات يا فندم. طبعا طبعا. الايه الكريمه يا فندم اللي بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وصينا الانسان ولديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ده افضل ما قيل في الام ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. ده من كتاب الله العزيز. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما ساله الرجل ما حق الناس بحسن صحابتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قالها ثلاث مرات ثم قال ابوك صلى الله عليه وسلم. الام مفضله ثلاث مرات على الاب. وبالنسبه للبشر العاديين، مقوله امير الشعراء احمد بك شوقي، الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. فحقيقه تحياتي وتقديري واحترامي لكل ام مصريه ولكل ام، وكل سنه وانتم طيبين. سياده المستشار انا بشكرك شكرا جزيلا، ومن خلال برنامجنا انا بشكر سيادتك على دعمك المتواصل لمركز وابناء الاصيه، دعمك ويعني توعيتك بخصوص فيروس كورونا وغير فيروس كورونا، ودايما في كل يعني دايما في كل ازمه بتكون موجود في المقدمه. انا بشكر سيادتك يا فندم من خلال برنامج. ربنا يبارك حضرتك جزيلا. واسمح لي يا فندم، ليا مطلب. اسمح لي يا فندم اوجهه من خلال منبركم. اتفضل. احنا عايزين نطلق اسم الشهيد محمود على المدرسه الابتدائيه في بني ادريس، لان هذا حق للشهيد، فانا بتضامن مع حضراتكم في هذا المطلب ان شاء الله يا فندم. هنوصل صوتنا باذن الله للسيد الوزير المحافظ سياده اللواء. شكرا يا فندم، شرفتني باتصالك يا فندم. شكرا. استاذ سهام، يعني استقبلت الخبر ازاي لما عرفت انك اخذت حصولك على الام المثاليه؟ والله اتصلت بيا مندوبه وزاره التضامن قبل المؤتمر الصحفي. هو في مؤتمر صحفي بتعمله الوزيره طبعا لاعلان النتيجه. تمام. فاتصلت بيا، رحت يعني هي ما قالتليش طبعا تعالي يعني عشان انت فزتي حاجه، يعني قالت لي تعالي احضري المؤتمر الصحفي. يعني عايزه تعمل لك مفاجاه. عايزه تعمل لك مفاجاه. فطبعا رحت سياده الوزيره جت قالت في كلمه بتلقيها وبعدين بتقول الاسماء يعني. فالحمد لله يعني لقيتها بتقول اسم يعني الاولى على الجيزه والرابعه على الجمهوريه. طبعا كان الف مبروك يا فندم، كانت مفاجاه جميله يعني الحمد لله بفضل الله. الف مبروك يا فندم. مين اول حد يعني اولادي طبعا حبيتي انك تعرفيه خالص؟ اولادي، بس هو كان ابني كان دخل على موقع الوزاره. تمام. وكان شاف ال بينزلوا الاسماء يعني في نفس وقت اعلان المؤتمر الوزاره، بما انه صحفي برضه. طبعا عارف الحاجات دي، فنزله. فاتصلت بيه، هو كان عارف، كان هو عم بيتصل بيا وانا في المؤتمر، بس طبعا احنا كنا بنبقى قافلين التليفونات. تمام. فطلعت على طول لقيته هو عارف، وكلمنا الدكتور، انبسطوا طبعا خالص الحمد لله، يعني كانت فرحه جميله يعني. شعورك كان عامل ايه لما روحت البيت بقى؟ طبعا كنا مبسوطين يعني، اكيد يعني تكريم زي كده كل عيلتي مش انا بس والله، واصحابي واهلي وكل المعارف يعني، والناس كلها الحمد لله يعني كلهم كانوا مبسوطين. اكيد يعني التكريم بيبقى ليه فرحه برضو يعني. اكيد طبعا. فالحمد لله. الحمد لله رب العالمين. منتظرين بقى التكريم بتاع الرئيس لسه يعني، ان شاء الله بقى الحفله ربنا يعني يهدي الاوضاع بتاعت كورونا دي ونعمل الحفله مع الرئيس. هي كانت بتبقى يوم 21 مارس يعني دايما. تمام. فان شاء الله خير باذن الله يعني. خير تعمل باذن الله. ست كل ام الشهيد، بص على الشاشه كده بعد اذنك. مين ده يا فندم؟ ابن الشهيد. تحب تقولي له ايه من حبيبي؟ كل سنه وانت طيب يا عمري، كل سنه وانت طيب يا حبيبي، سبتك شهيد عند ربنا يا ولدي، ان شاء الله يجعلك في الجنه ونعيمها يا عمري. ان
يجعلك في الجنة ونعيمة يا حبيب. احنا النهارده يعني كلنا ابنائك وكلنا كلنا ابنائك وكلنا بنقول لك كل سنه وانت منوره حياتنا، كل سنه وكل امهات مصر كل سنه وانت منورين حياتنا. انتوا دايما يعني سند وظهر لينا، يعني الام من غير الام حياه، يعني الام في مكان تاني خالص. الام كلمه الام يعني هي ممكن تكون كلمه من ثلاث اربع حروف لكن معناها كبير جدا. يعني طبعاً. الام دي منهج ونموذج، يعني وراء كل يعني اي حد بيكون ناجح في حياته بتكون وراء امه. يعني اي حد بيكون الجنه تحت اقدام الامهات طبعاً. الجنه تحت اقدام الامهات. يعني انتوا نورتوني النهارده وانا مبسوط جدا جدا. ربنا يوفقك يا رب كده، ربنا يخليك. انا اللي مبسوط جدا جدا ان انتوا معايا النهارده وشرفتوني في البرنامج بتاعنا. متشكرين. بصراحة يا جماعة أنا كنت عايز أقول حاجة برضو قبل ما أختم، حاجة مهمة جدا جدا بخصوص فيروس كورونا حديث العالم كله. في بعض النماذج من الشباب الإيجابية وفي بعض النماذج سلبية. إحنا عايزين بس في الإعداد يجيبوا لنا النماذج الإيجابية. أدي يا فندم أهو النماذج الإيجابية، بيعقموا المساجد. ده نموذج مشرف للبلد. اتحاد الشباب بندريس اجتمع كله وتكاتف، ومش بس اتحاد شباب بندريس، كل كرة ومركز القصية كانت متكاتفة. يعني تحية لكل الشباب اللي خايف على البلد، تحية لكل الشباب اللي شايف ان البلد أمانة، تحية لكل الشباب اللي بيدي توعية من يعني من مكانه كصحفي كإعلامي كمواطن عادي كدكتور. يعني كل المواطنين كلنا لازم نخاف على البلد، كلنا لازم نتبع الإرشادات اللي قايل عليها الدولة. الدولة والمسؤولين كلهم متكاتفين. يعني بصراحة أنا برضو بوجه من خلال برنامجنا الشكر للسيدة المهندسة هويدا الشافعي ورجال مركز القصية برضو على دورهم الفعال، وبينزلوا في الشارع وبيتكلموا مع الناس وبيوعوهم اقعدوا في بيوتكم. يعني أهو يعني معانا على الشاشة أهو بينزلوا بيوعوا الناس وبيتكلموا مع الناس، دورهم فعال طبعا. القيادات البلد كلها متكاتفة يا جماعة. هو ده المصري، المصري بيبان في وقت الأزمات، المصري بيبان في وقت الأزمات. المصري معروف يعني معروف بالأصل، معروف بالكرامة، معروف بالعزة، معروف بخوفه على بلده وانتمائه لبلده. فلازم كلنا نتكاتف. في ناس داخلة بتهزر وفي ناس داخلة بتعمل كومكسات على التواصل الاجتماعي، مش عايزين احنا النماذج دي، احنا عايزين النماذج الإيجابية. و في الاخر يا فندم هنسلم حاجه كده بمناسبه عيد الام لامهاتنا في البرنامج معانا. انتوا نورتونا النهارده وشرفتوني خالص، وانتوا فوق راسا فوق والنبي تخلي يعني خليك معانا ان شاء الله. اكيد خليك معانا يا ولدي. اتفضل يا فندم. شكرا. شكرا. دي حاجة بسيطة طبعا بس شكرا. شكرا يعني جدا. جميلة. لا شكرا. تفضل يا فندم. شكرا. سلام الشهيد البطل. شكرا. تفضل يا فندم. نورتونا يا فندم. متشكرين خالص. نورتونا وشرفتونا. شكرا. شكرا. شكرا يا ولدي. شكرا. أعزائي المشاهدين انتظرونا بكل ما هو جديد في برنامجنا هنا الحقيقة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.